يعني الحلول، يعطي ربما عنده المساند العربي كالاصحاب المرابط ولاعب طنان على الاطراف. اظن نفس التشكيل تقريبا لعبوا في كل المباريات، نفس اسلوب طريقه اللعب، تختلف بعض الاحيان بغياب بعض اللاعبين، لكن اظن اليوم يجب التركيز خصوصا على وسط الملعب والدفاع، لان اليوم عليه مراقبه اوباميونغ وعدم قطع كل الكرات التي ربما الامدادات التي تصل الى اوباميونغ. كيف يقطع الامدادات؟ يقطعها هو كيف، هو التمركز والضغط على حامل الكره، عدم ترك الفرصه لحامل الكره ان يلعب الكرات الطويله، لان المنتخب المنتخب الغابون ياسر. صحيح، اظن فريق شفناه يعني التخلي عن زياش، عن فجر، فيصل فجر، عن بعض الاسماء التي تعرف لي مونديال قبل كابوني بعد مرور ربع ساعه تقريبا 0-0، عوده كل لاعبين المغاربه باستثناء يونس بليندا. الراسيه مرت عاليه، من يصعد ثنائي قلب الدفاع، الحديث عن ايكويلي برونو وكذلك تبقى ياسين كان بوصوفه، كان يدافع، كان عنده ادوار دفاعيه، ومشو اليوم حتى الدور كبير يقوم به. هنا المرابط، هنا المرابط، هنا المرابط المفروض العربي يطلب الكره في الجهه اليمنى، لان اعطاه مساحه. انا معك، ولكن حتى الان لم ياتي اي لاعب ليسانده. المفروض عندما توغى اللي كان يكون بالهند ولا واحد حتى الان يبحث عن المراوغه، طنان يتوغى، طنان تسديده مرة جانبية، مرة جانبية، توقعت في انك سترفع الكرة داخل منطقة الجنة مباشرة. شوف الإعادة، هذه أول محاولة يمكن أن نعتبرها للمنتخب المغربي. العربي يلا يا العربي، غير معقول، يلا يا العربي غير معقول. هنا لحظة تردد من جانب يوسف العربي، أعتقد هذه من الكرات اللي وجب استغلالها من طرف الثنائية. هذه عرضية في القائم الثاني في الدوزيام بوطو، كان حاضر اللاعب يوسف العربي. رائع، رائع الأزهر، رائع الأزهر، هنا عرضية على المقاس، لكن العربي لم في هذه الليلة ترفع الكرة داخل المنطقة. الأزهر مرة أخرى الركنية بالفعل، هذه الإعادة مجددا، صاحب الراسية كان هو اليمين، والمتابعة من أشرف الأزهر، برافو. لولا هذه الكرة، إذا أربعة لاعبين، خمسة لاعبين مغاربة داخل منطقة الجزاء بالفعل. مبارك بوصوفا يرفع كرة في القائمة الثانية، الركنية بالفعل، الركنية هذه كانت في اتجاه لاعب يوسكو بوكو، يخرج مباشرة إلى الكورنر. شوف الإعادة كانت مرفوعة في القائمة، صعب 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 جدا الأمور الآن مع نهاية الشوط الأول. أصعب فترة هي هذه الدقيقة الأخيرة، أموره صعبة اليوم، أموره صعبة اليوم. الرجل كان يتمنى لو أن المباراة في مدينتي مباشرة على الجهة اليسرى، الأزهر العرضية مرة جانبية، الحكم يقول كورنر بالفعل بعد تدخل إيكويلي برونو. فعلا دائما التفوق في كل المدافعين الكابوني. شوف مرة أخرى أشرف الأزهر يعكس بهذه الصورة، رائع يا الأزهر، رائع ما تقدمه يا الأزهر في هذا الشوط الأول. وبعد بالنسبة للاعبين الكابونيين، أسامة طنان يسعد لتنفيذ الكورنر في هذه اللحظات، وإيفونو يتصدى، إيفونو أمام العرب. هذه الإعادة مرة أخرى، أسامة طنان، أوباميونغ يسدد كرة مرة عالية، هذه الأولى لك يا أوباميونغ. حد أوباميونغ اللي كان مختفي تماما وسط مبين، شوف مرة أخرى تركيز لم يكن حاضرا لحسن الحظ من القائد بيير أوباميونغ. الانضباط التكتيكي الممتاز للمغاربة، دي كرة
العصيري بونو وزاوية من جديد. هذه نعم رؤية كرة اللاعب الناصري الأولى لك يا الناصري. بيني وثلاثة عشر بينما الناصري يتحرك. الناصري يمشي الناصري أرضية خطيرة خطيرة. أشرف الأزهر ترك المكان بن نصر يقطع الطريق على بيير أوباميونغ بهذه الصورة. نعم أوباميونغ جاهزا كندا. هذه كرة مرفوعة إيفونو البلجيكي في حضوره رقم 84 مع المنتخب الكابوني. شوف الإعادة هذه خطيرة. في الشوط الأول كان أن يفعلها أمام اللاعب مروان داكوستا. هنا مقصية هنا حاول أن يستعرض فيها. إيفونا يبحث عن التسديد. ممنوع المرور ممنوع المرور. بعد الكرة تدخل خرافي المحمدي تدخل خرافي المحمدي. ردة فعل ممتازة. هذه ذكرتني بالزاكي في 86 أمام الألمان. شوف الإعادة هذا ومالك كيفونا. الفهود تستفيق في هذه الأثناء يا إيرفي رونار. وجب 86 للمنتخب المغربي. ممكن نشاهد حالة انفراد من العلوي في أول أساس. ترفع الكرة في القائمة الثانية. مرة جانبية هذه الكرة من طرف ويلفر أنتون. شوف الإعادة كرة أسامة طنين والكرة صب للمنتخب الكابوني. برافو برافو مروان داكوستا. العميد هنا تمريرة بينية وتقدير جيد من مروان داكوستا. هنا أمام المهاجم مالك إيفون أبيل. سنتابع هذه الكرة جانبية. خطيرة. اخرج المحمدي برافو المحمدي. هنا في هذه اللحظات حماس واندفاع يبحثون عن الاخطاء قلت الكابونيين. الحكم يعطي الإشارة لتنفيذ هذه الكرة. الحكم الكرة الماضية بعد الخطأ المرتكب. التعادل السلبي. المنتخب المغربي كان أفضل في الجولة الأولى. انهار بدنيا نسبيا في الشوط الثاني حتى التغيير.